وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا الدكتور فاضل البدراني المحلل السياسي من بغداد. دكتور فاضل، بداية مرحبا بك. يعني قضية كبيرة، قضية كردستان العراق وإقليم كردستان العراق وإجراء هذا الاستفتاء، يعني السيناريو المطروح على الساحة العراقية في ظل إصرار انفصال هذا الإقليم وانفصال واستمرار هذا الاستفتاء أو إجراء هذا الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان. يعني مساء الخير. أولا فيما يتعلق بالحراك الموجود في الساحة العراقية بسبب أزمة الاستفتاء، واضح أننا نسير في العراق باتجاه يعني أزمة عسكرية وأزمة اقتصادية وأزمة سياسية خانقة. على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إعلانها رفض الاستفتاء ورغبتها ببقاء عراق موحد، هذا مجرد يعني تسويق إعلامي وإعلامي، إنما الواقع هنالك رغبة أمريكية ورغبة إسرائيلية بإقامة الدولة الكردية، وهي من تشجع هنالك أطراف يعني خاصة تشجع حكومة الإقليم على الإصرار باتجاه والمضي باتجاه الاستفتاء. وقضية الاستفتاء طبعا هي رغبة كردية، أولا رغبة كل الأحزاب، وإن كان هنالك بعض الخلافات بشأن يعني صراعات داخلية يعني بخصوص دعامة إقليم كردستان، يعني هذه رغبة يعني حالة موجودة، ولكن أنا أعتقد أنه موضوع الاستفتاء سيكون، نحن اقتربنا من الاستفتاء حتى هذه اللحظة، لا توجد هنالك مؤشرات. حكومة إقليم كردستان بهذا الدعم الدولي الخفي تمكنت من إظهار هذه القضية أمام الرأي العام الدولي، وقد لفتت يعني لفتت أنظار كل العالم على هذه القضية. اليوم الحديث لم يعد لدى الساسة الكرد في موضوع الخلاف والشراكة في موضوع مواد الدستور وتطبيقاتها والشراكة في المال. إذا دكتور فاضل، يعني مجمل حديثك في هذه الإجابة الكريمة هو أن منطق القوة وربما التعنت الذي يتحدث به مسعود بارزاني هو مدعم من أطراف خارجية ربما تدعم هذا الاستفتاء وتدعم انفصال إقليم كردستان العراق. يعني هذا واضح بالتأكيد، يعني لا يقبل الشك. وأنا أعتقد أنه موضوع عملية الاستفتاء، أولا ستكون للولايات المتحدة الأمريكية يعني هنالك مساحة كبيرة من المناورة والتأثير على ليس في موضوع العراق وإنما في موضوع يخص تركيا وإيران وحتى سوريا. لكن في تركيا وإيران يعني لمجرد إعلان الاستفتاء ومحاولة الكرد بإعلان الدولة الكردية في إقليم العراق الشمالي، ستكون هنالك يعني هبة ومظاهرات واحتجاجات وأصوات ومطالب في تركيا لأفراد تركيا الذي يزيد عددهم عن 15 مليون نسمة، بينما في العراق تقريبا 4.5 مليون نسمة موجودين في العراق، وفي إيران يعني تقريبا 10 إلى 11 مليون نسمة. هذه طبعا الأرقام التي ذكرتها سوف تعلن أصواتها، وستكون يعني لأمريكا ولإسرائيل دور كبير في التأثير على مناورات تخص يعني أي مصالح أخرى في المنطقة. لكن دعيني أذكر قضية موضوع الدولة الكردية، يتوقف هذا الأمر على مدى إصرار تركيا وإيران في إجهاض هذه المحاولة. أنا أعتقد حتى هذه اللحظة الأطراف الكردية، الأطراف التركية والإيرانية هي عازمة على إفشال موضوع إقامة الدولة الكردية في شمال العراق بشتى المحاولات، حتى قد نتوقع هنالك عمليات يعني حربية، وقد تكون هنالك أعمال عنف تتشهدها لا سمح الله المحافظات الكردية خاصة أربيل. يعني أنا أعتقد أنه تأثير إيران على السليمانية التي هي تتبع لجلسة طالماني سيكون كبير جدا، ولربما يعلن التراجع في حال أصرت إيران. بنفس الوقت هنالك محافظة ستكون من تركيا محافظة اقتصادية
وقد تكون العملية بعملية قصف مشهدها في حجج وتبريرات، أو إن كانت هي فعلا على أرض الواقع بمحاربة حزب البككة المعارض لتركيا في داخل العمق العراقي. بنفس الوقت يعني غلق الحدود على الأقليم الكردي ومحاولة جر بعض الأطراف التي هي الآن أصلا تعاني من ضغوطات اقتصادية، خاصة الأحزاب الكردية بإعلان التمرد. هذا الأمر يتوقف على مدى تأثير هذه الدول والأطراف الأقليمية، ولكن هي الرغبة تبقى رغبة إسرائيل. طيب، أن تكون حكومة كردية حتى تتواجد إسرائيل في كردستان العراق وتبدأ مشروعها في العراق وفي تركيا وفي إيران. دكتور فاضل البدراني المحلل السياسي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا لك.